لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا ربي. اليوم جيتكم بالوصفه اللي عندي وليدات، بحال وليداتي ما كيبغوش، فهو كاين جافه كنصوب لهم واحد الوصفه كتجي زوينه ورائعه، وصلنا الدراري كيكون عندهم نقص الكالسيوم، ندير فيه المكونات نبداو بالمقادير. كنحتاج اول حاجه الشوكولات كيكون بهذا الشكل 300 غرام حتى 400، غنديرو يذوب حمام مريم. لو كنحتاجو شريحه مطحونه على هذا الشكل، كنحتاج 4 المعالق ديال العسل مع ذوبته مع الزبده حمام مريم على هذا الشكل، كنحتاج زلافه ديال الكوك، كنحتاج قل من زلافه ديال الزبيب قطعته يكون صغير على هذا الشكل، جوج معالق ديال الا المطحونه ما يكونش محمر، مطحون عادي، زلافه ديال اللوز مطحون ما يكونش محمر، لان اللوز قال لي الطبيبه اللوز غني بالكالسيوم ما يتحمرش كيكون زوين للدراري صغار حتى بنادم كبير، الانسان الكبير ياخذو، الا تحمر ما بغاش كيكون فيه ما نفع. المهم الزلافه مطحون بالقشور ديالو، عندي هنا الزلافه ما عمرش ديال الاكاجو مخلط مع البيستاش، كنحتاجو نص زلافه ديال الكاوكاو مطحون، كنحتاجو نص زلافه ديال الزنجلان حتى هو مطحون ما محمرش، زنجلان بيض، وكنحتاج زلافه كبيره ديال التمر كنقطعو على هذا الشكل، شوف كيجي على هذا الشكل. دابا نبداو نجمعو المكونات ان شاء الله مع بعض، وكنحتاج هذا المول ديال السيليكون على الشكل، كل واحد على الشكل دير فيه الكويرات كما بغيتي، الاشكال بعض المرات كيبان عندنا المينوع بحال هكا. دابا نبداو نجمعو ان شاء الله المقادير ديالنا، كنديرو كلشي في الصحن، كنطون النواشي هما الاولين وعاد نديرو عليهم التمر، نضيفو اللوز، نضيفو الاكاجو، غنخلط دابا هاد النواشف كلهم، نبقاو نتبهو الشكلاط ديالنا ملي غادي يبدا يذوب شويه خصنا نتبهو ليه باش ما يتحرقش لينا، مره مره نحركوه يذوب، صافي خصنا نطفيو عليه. صافي دابا طفينا عليه، نرجعو ان شاء الله نجمعو داك النواشف ديالنا كما قلنا ان شاء الله. نديرو دابا العسل، عفوا نديرو التمر ديالنا، نحاولو دابا نجمعو بالتمر وعاد نكملو ان شاء الله بالعسل، ضروري نستعملو يدينا باش تجمع لينا، واللي بقى لينا نكملوه ان شاء الله بهذا بالعسل والزبده. دابا نبداو ان شاء الله نكبو داك العسل ديالنا مع الزبده، نحركهم باش يحطو مع بعض، ما نكبوش فتره واحده شويه بشويه نجمعو، ما حاجتناش يكون هذا تكون سايله، بغينا غير نجمعو المكونات. دابا نستمر ان شاء الله نعجنها هاد العجينه ونرجع لكم ان شاء الله ملي غنكبروها وملي غنديروا الشكلاط ان شاء الله. من بعد ما جمعتها كتجي على هاد الشكل، ها تشوفوا، شوف بدات داك العسل كله درتوه، دابا نجمع هادشي نجيبو ان شاء الله الشكلاط ديالنا، من بعد ما داب الشكلاط ندير ليه واحد المعلقه ديال الزبده نفرقو معاه هاد الشكلاط. دابا راه نديرو لهاد منين ندير فيها حريبلات باش نديرهم في المول ولا حتى الكويرات، هكا دابا راه كنخدعو الوليدات ديالنا كياكلو الفواكه بطريقه ذكيه.
نحاولوا ندمجوا مع شفرات الزبدة. نرد هذا بفوق الكسرونه اللي كنت درت فيها الماء سخون باش تبقى ليا باقي دافئه. دابا كنهز شويه الشكلاط ونسقد هكا معلقه صغيره كنحاول نديرها في المول. ملي كنضغط راه كطلع الحشوه راه كطلع ليا ذكاء الشكلاط. نحاول دابا نضغط شوف ضغطوا منها نحشوها كتشد الفورمه ديال المول. من بعد كندير شويه الشكلاط فوق منها باش نغطي بها ديك الفواكه كما قلنا باش ما يعيقوش الدراري بلي عطيناهم الفواكه الجافه. كما قدينا نغطيوهم كيكون احسن. ندير معكم واحده اخرى كنهز كنحاول نضغط عليها شو باش تشد ليا الفورمه ديالها مزيان. ملي كنضغطو راه كطلع داك الشكلاط كتغطى كلها في الجوانب. دابا غنستمر على هذا الشكل وغندخلهم ان شاء الله للمول عفوا الثلاجه ونرجعوا نكملوا الاخرين الكويرات ونوريكم كيفاش غندير لهم ان شاء الله. نديرهم في الكرواط الشكل الاخر عاود درت فيه الكويرات غندير في الكويرات ندير في الشكلاط هاد الشكلاط زوين ومر ماشي داك الشكلاط الحلو بزاف كيجي زوين الحلو ميت. نديرها في الكاريط على هاد الشكل. دابا نستمر ان شاء الله حتى نكمل كلشي ونرجع لكم ان شاء الله نوري لكم الشكلاط اللي كنستعمل. نسيت كنستعمل الحولية تنوريه لكم كنستعمل هذا النوع هذا كيجي زوين. نكمل ان شاء الله ونرجع باش تشوفوا الشكل النهائي بالنسبه لهذه الكويرات وبالنسبه للاخر. ها هو الشكل النهائي ديال الحليوات ديالنا من بعد ما حيتهم من المول كيجيو على هذا الشكل. وهذا اللي درت لهم الكويرات زوقتهم بشويه الكوك. نتمنى الله يعجبكم وجربوهم لوليداتكم مع عمركم تستغناو عنهم يبقاو وليداتكم ان شاء الله ياكلوا الفواكه الجافه. نقطع عليكم شي وحده تشوفوا كي كتجي في الوسط. شو كتجي زوينه. والسلام عليكم ورحمه الله. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساوش تدعموا لي القناه ان شاء الله واشاركم مبروكه.